السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي جايين نتعلم اتيكيت اكل الفسيخ. طبعا احنا بنعمل الحاجة اللي مفيش حد عملها قبل كده، مفيش حد بيجي بالاتيكيت وياكل فسيخ. الفسيخ طبعا مرفوض مع الاتيكيت، بس احنا بقى بفضل ربنا اول ناس نعمل اتيكيت اكل الفسيخ وبنعلم على كله. طبعا بصوا احنا حاطين ايه، فسيخ وجنبيه رنجة. هنبتدي كده نقوله ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة يا جماعة بصوا اللقمة لازم تبقى صغيرة، يعني ما ينفعش تحط لقمة كبيرة كده عشان الاتيكيت. حلو، ولازم بقى تمسك الفسيخة كده، الاتيكيت ان انت تمسكها كده تطلعها طلعتش حتة كبيرة. الاتيكيت تمسك بإيدك كده، بصوا بصوا يا جماعة، اللهم صل على النبي. بصوا حتة لا ده احنا نسينا نحط الزيت. صراحة أنا كنت عايز أشتري الزيت ده ومفتحوش. أنا شاري الإزازة يا جماعة ب40 جنيه، مستخسر أفتحها وأحطها على الفسيخ، بس هعمل إيه، مجبر مجبر أخاك لا بطل. أهي لسه بالبرشام بتاعها أهو. ونحط منها كمية كبيرة، ما نحطوش كمية صغيرة. بصوا قلبي قلبي ده، دول لوحدهم ب5 جنيه. عارفين يعني ايه زيت النهاردة؟ لا 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 لا، كده كتير كده كتير كده كتير. حطيت ونمسكوا المعلقة نقلب. هنقلب ايه؟ انا مش عارف، مفيش حاجة تتقلب صراحة، بس احنا هنطلع بيها بقى الفسيخ. بصوا يا جماعة الصلاة على النبي، بصوا الفسيخ بيطلع ازاي، زبدة زبدة. طبعا الفسيخ ده بصوا الاتيكيت بقى يا جماعة في اكل الفسيخ اهو. اتيكيت اكل الفسيخ اول حاجة نقوله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تاني حاجة نمسك اللقمة، بصوا حطوا فيها حتة فسيخ مناسبة كده، ونطبقوها نعملها ودن قطة وناكلوها كده، وناخد وراها ايه، حتة بصلة صغيرة. الرنجة يا جماعة الرنجة تتاكل كده. طبعا يا جماعة الفسيخ لازم على قد ما نقدر ما نزودوش فيه. والبصل يا جماعة، البصل يا حبايبي اكله حته صغيره عشان الاتيكيت. دلوقتي احنا بقى ايه، بصوا الفسيخ ناكلوه بالزيت كده ولا ممكن اخيه 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 حقيقي اخيه. الفسيخ يا جماعة عايز لقمة صغيرة وتمسك وتشد بأقوى قوتك كده وتضرب. بصوا طماطم، بصل، أقول لكم حاجة تاني، وراه بصل ده قصر الاتيكيت، وراه بصل وراه بصل، يبقى احنا كده بالصلاة على النبي. بصوا يا جماعة بصوا الفسيخ، حد يسألني يقول لي ينفع فسيخ من غير بصل؟
ولا يا جماعة الزيت لما غلي، الزيت لما غلي بقينا بنستخدمه أكتر. ليه؟ ليه يا جماعة الحاجة اللي المفروض نقلل منها ما بنقدرش؟ بص يا جماعة، نطلع بالشوكة والسكينة لما نخلي الفسيخ أهو. واحد هيقول لي انت احسن واحد بيعمل اتيكيت، هقول له صح. بص يا حبايبي، نمسك كده ونغرق كده في الليمون اهو، ونضيع عصرة ليمون تاني. ويا خرابي يا جماعة، يا خرابي. قد ما تقدروا يا جماعة زودوا الليمون، زودوا الليمون، حطوا ليمون ياما، بس ما ترجعوش تزودوا زيت عشان الزيت ايه زي ما اتفقنا غالي. صراحة انا اقول لكم على حاجة، انا طول ما في فسيخ ما اقدرش ابص للرنجة، الفسيخ بيكسب معاه اي حاجة. وزي ما قلت لكم اللقمة تكون مناسبة، محدش يحط لقمة كبيرة، اللقمة وحتة الفسيخة كده تكون مناسبة، محدش يزود، عشان لو قاعد في وسط ناس يبقى شكلك حلو. وراها ايه؟ قبل ما ننسى، وراها البصل، وراها ايه؟ البصل. نستخدم الشوكة، الشوكة يا جماعة بتساعدنا جامد جدا واحنا بنقطع الفسيخ، الشوكة والسكينة. البصل يا جماعة حاجة ما شاء الله، واحد يقول انت حاطط الرنجة كده من غير ما تستخدمها. الرنجة صراحة ما تبانش جنب الفسيخ، بس انا برضو بص طريقة اكل الرنجة، لقمة لقمة كبيرة جدا عليها حتة رنجاية صغيرة، نعملها سندوتش كده وناكلها كده. بس اعذرونا يا جماعة، أنا طول ما قدام الفسيخ، إن الفسيخ ده عشقي، الفسيخ ده أهم أكلة عندي. أنا ممكن أقعد أكل فسيخ يوم أو يوم لأ، يوم أو يوم لأ، محدش هيصدقني طبعا. يوم اه ويوم لا بناكله فسيخ. لما عندي انا اهل بيتي اقول لهم ارحمنا من الفسيخ، بقيت احط على السفره كذا نوع اكل، وانا ما ببصش غير للفسيخ، وهم ياكلوا اللي هم عايزينه. طبعا ياكلوا فول فلافل براحتهم، اللي نفسهم فيه ياكلوه، وانا اكل الفسيخ بتاعي. حته بصله صغيره، بصوا يا جماعة، بصوا الفسيخ، والفسيخ بيتعرف يا جماعة من لونه. بصوا واحد هيقول لي تقدر تاكل دي كلها كده على بق واحد؟ هقول ده انا كلها على نص بق، مش بق واحد. هقول له انت طيب،
انت ما تعرفنيش، فين الفسيخة؟ فين الفسيخة؟ الأول نغرقوها في الزيت والليمون كأننا هنقليها كده اهو، وناكلوها كده بكل اتجاه. يا وعدي يا جماله يا جماله. وريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك اللايك اللايك، واشتروا الاشتراك. باي باي.